صباح الخير يا شباب. اليوم معنا رحلة جميلة. الآن الساعة 5:30 تقريبا توقيت أوروبا، هنا في ألمانيا في مدينة دريسدن. شوفوا الأجواء، يعني كأنها ليل. إن شاء الله نصطحبكم في هذا الفيديو البسيط إلى مدينة الروعة، مدينة الجمال، مدينة الحب، هي مدينة هامبورغ. مدينة هامبورغ الألمانية الرائعة، الذي يصب فيها نهر الإلبة، والذي يوجد فيها نهر بحر الشمال. تابعونا إن شاء الله ونشوفكم وتستمتعوا معنا، ونصطحبكم إن شاء الله في هذا الفيديو الرائع. حياتي، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. وصلنا المحطة، محطة الباصات. الآن تقريبا بنجلس نستنى وننتظر نص ساعة. تنطلق الرحلة الآن. ضخمة الله. طيب خلونا نعطيكم معلومة على الماشي. طبعا مدينة هامبورغ تعتبر ثاني أكبر مدينة من حيث المساحة وعدد السكان في ألمانيا، تقريبا بعد برلين. يوجد فيها ميناء هامبورغ، الذي تعتبر أكبر ثاني ميناء كمان في أوروبا والأكبر في ألمانيا. أيضا هذه مدينة هامبورغ تسمى فينيسية الشمال لكثرة القنوات المائية الموجود فيها والبحيرات الموجودة فيها، كذلك تسمى مدينة الجسور لكثرة الجسور الموجود فيها، كجسور للمشاة والقطارات والسيارات. طبعا هذه المدينة الذي تضررت بشكل كبير جدا أيام الحرب العالمية الثانية، خاصة الميناء، ميناء هامبورغ الذي تضررت بشكل كبير. أعتقد تدمرت بشكل كبير بسبب سفن هتلر الحربية اللي كانت موجود فيها. هذه طواحين توليد الكهرباء عن طريق الرياح. هذا الهوتيل اللي بنسكن فيه. أخيرا وصلنا غرفة الفندق في هامبورغ بعد سفر أعتقد دام 6 ساعات تقريبا. On the left hand side, the church towers of St. Jacob's and St. Peter's, and on the right hand side is the central railway station of Hamburg.
and behind the St. George district, St. Georg. So we are on the east end of the inner city, to the right main station, to the left Mönckebergstraße, main shopping street in Hamburg. السلام عليكم. السلام عليكم. على أحب اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. على المناحة الألمانية وكيف يعرف الجوال بكناريو